تحفظ يا أسيد؟ من سورة الناس إلى سورة الحج. إلى سورة الحج. نعم. وماذا استقرأ اليوم؟ من سورة الفصلات آية 30. طيب، استعن بالله وابدأ بعد الاستعاذة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أحسنت يا أسيد، ما شاء الله، قراءة جميلة وفيها خشوع وتطبيق الأحكام جيد ما شاء الله والمخارج، ولكن عندي بعض الملاحظات. لا تفخم المدود التي تسبقها أو يسبقها حروف الترقيق، فمثلا أعوذ بالله، أنا سمعتها أعوذ بالله، بالله، بسم الله، الملائكة، تتنزل عليه الملائكة، الملائكة. هذا بالنسبة للمدود. المد الذي إذا سبقه حرف حروف الترقيق يرقق، وإذا سبقه حرف حروف التفخيم يفخم. فإذا قلنا قال، فالمد في قال يتبع ما قبله. ما قبل مد قال؟ أي حرف؟ القاف. والقاف حروف إيش؟ التفخيم. طيب، إذا قال فالمد يفخم كذلك. أما بالله فالباء من حروف الترقيق، بسم الله الميم تسبق. طبعا الله لفظ الجلالة هنا لأنه سبقه كسرة فهو مرقق أيضا. الملائكة كذلك، المد قبل اللام، الملائكة، وهكذا. غير هذا، ملاحظ يعني في موضوعين كان في كسرة وأنت لم تأتي بالكسرة بطريقة صحيحة، كانت ضعيفة. يعني الجنة، وأبشروا بالجنة، بالجنة، هكذا خرجت، يعني بالجنة التي كنتم توعدون. في الحياة، أنا سمعتها في الحياة، في الحياة، في الحياة وليست. طيب، فانتبه للتشكيل، بالغ في إعطاء التشكيل حقه، سواء كان ضمة أو فتحة أو كسرة. واضح؟ نعم. يا أسيد؟ نعم نعم. غير هذا، ما شاء الله قراءتك الطيبة يعني، ولا غبار عليها. نعم. بارك الله فيك، حياك الله يا أسيد. السلام عليكم. مع السلامة.